تطلع المقاربه بالتعيين باصدار قرار تعيين من السيد رئيس مجلس الوزراء حمله الماجستير والدكتوراه. ان لم تعين الدوله حمله الماجستير والدكتوراه من اذن سوف يعين. ان لم تكرم الدوله حمله الماجستير والدكتوراه من اذن سوف يقيد. احنا جايين النهارده ما يزيد عن 50 وقفه احتجاجيه لحمله الماجستير والدكتوراه موجودين في الشارع. ما نزلناش الشارع من فراغ. تقدمنا الى جميع الجهات الحكوميه بمذكرات من اجل اصدار قرار تعيين لنا قبل ان ننزل الى الشارع. كده احنا بنعمل مذكره، هي كده بنعمل مذكره. فانت برضه لازم هتقدم طلب النهارده وناخده، يبقى ايه مش نعمل على اساسها المذكره. الاوراق بتاعتنا الحمد لله اتحركت، لاحظ عملوا لنا نص الدفعه ديت حصر، وجه الحصر الرسمي هناك تنظيم، وتنظيم رد سلبي، رد عليه مجلس الوزراء الامين العام ان الناس دي لها حق ولها مركز قانوني، وعدم تعيينهم يعد مخالفه للمساواه وتكافؤ الفرص. مضى الامين العام ومضى مساعد الامين العام، والورقه دخلت على مكتب رئيس الوزراء بقالها اسبوعين دلوقتي ولا نعلم عنها اي شيء. محدش لحد دلوقتي عايز يقابلنا علشان يدينا رؤيه ايه اللي بيتم او ايه اللي هيتم.